الحلقة الماضية، فأتمنى أن صاحب الرسالة يكون متابع معنا. وصفة ضروري لحصوة الحالب، حصوة الحلب أو حصوة الكلى إحنا تحدثنا عنها من قبل سريعا، زيتونة بني إسرائيل. زيتونة بني إسرائيل هتسحق جيدا، وهناخد من الناعم منها معلقة على عصير 3 ليمونات بدون ماء. هيحدث فوران، هتأخذ اللي معدته كويسة مفيش مشاكل في المعدة على الريق لمدة 15 يوم أو بعد الإفطار لمدة 15 يوم مع شرب الماء بكثرة، إن شاء الله تجيب نتيجة طيبة. نريد من دكتور أسامة